بسم الله الرحمن الرحيم. في مثل هذه الكلمة أردت أن أشكر الغرفة الثقافية الوطنية للباحثين العقاريين وعلى رأسها الأخ العزيز السيد فهمي شعبان على الدعوة وعلى الفرصة الممنوحة للحديث حول دور البعث العقاري وأهميته في دفع الاقتصاد الوطني والأساليب الحديثة لتطويره. طبعاً مداخلة في ثلاثة محاور نحو الرولين اللي نحاول نحكي لكم على دور البعث العقاري في تنشيط الدورة الاقتصادية عموماً. مش نحاول نحكي لكم بعد على آليات دعم الطلب، آليات دعم العرض، ونختم بالآليات الحديثة اللي توفر حالياً على المستوى المالي والمصرفي لدعم قطاع البعث العقاري. في المحافظة العمومية نجم نلقاو البعث العقاري أو القطاع العقاري ممثل في زوج بنود، البند الأولاني نلقاوه لي كونستركسيون البناء، وهو ما يعنى أساسا بالبعث العقاري، ولكن بصفة أوسع شوية بكل ما يهم أيضا البنية الأساسية الطرق، الطرقات وغيرها. وثم البند الثاني هو ما يعبر عنه النشاطات العقارية بالأكتيفيتي موبيلية، وهو يعني يعنى اكثر بقطاع الخدمات حول القطاع العقاري. ثم دراسه فرنسيه من واحد من اكبر الاقتصاديين في القطاع العقاري، وهذا استاذ مبرز يعني عنده اكثر من 30 سنه يخدم فقط على القطاع العقاري، يقول انه 1 مليار يورو استثمار في فرنسا تخلق على مستوى البلد الاول البناء تقريبا 9000 موطن شغل قار في بقيه القطاعات الاقتصاديه. وانه بالنسبه للبند الثاني ليزاكتيفيتي موبيليير يعني لو سيرفيس وتوخ الموبيليير 1 مليار يورو استثمار تخلق تقريبا 4000 موطن شغل قار في بقيه القطاعات الاقتصاديه. ولهنا يظهر بالكشف اهميه البعث العقاري كقطاع اقتصادي له انعكاسات ايجابيه على بقيه القطاعات الحيويه الصناعيه والخدمات، وايضا يعني حتى على مستوى التكنولوجيا الحديثه. شفناه مع مداخله سنزار انه البعث العقاري مش بيكون دافع وحافز لنشر المزيد من التقنيات الحديثه، وفي ثم دافع لنشر المزيد من التقنيات الحديثه يدفع سنزار ويدفع بقيه مؤسسات التكنولوجيا انها تطور وتستثمر اكثر في التكنولوجيا المتوفره في السوق. هذا بالنسبه للانعكاسات العامه للقطاع العقاري على المستوى الاقتصادي. بالنسبه لاليات دعم الطلب، بتيت سوربريز مش تبدا مش نحكي على الطلب لكن مش نحكي على العرض قبل. هو اول عائق امام سياسه دعم الاقتصاد عبر دعم البعث العقاري هي توفر اراضي صالحه للاستثمار. وهذا ما هوش فقط الحال في تونس، هو هذا هو العائق اللي الاقتصاديين شافوه في بقيه انحاء العالم الاقتصادي. الاراضي صالحه للاستثمار تمثل جزء هام من الكلفه الجوليه، وتوفرها يمكن من التحكم في السعر النهائي وفي توفر عرض مناسب للطلب. الموضوع في تونس هو عدم توافق الطلب مع العرض المتوفر في السوق، ما يعبر عنه بالميز ماتش. ميز ماتش. خاصة فيما يتعلق وشيء هذايا قال في مداخلة السيد فهمي شعبان وقال أيضا في مداخلة السيد الوزير في المسألة الاجتماعية والاقتصادية إنتاجها غير كافي. لو كان نمشيو المثال المعين اللي هو صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء المحدث في 1977 الفوكروليس، نشوفوا انه 13% فقط من موارد الصندوق تستعمل في تمويل قروض السكن الاجتماعي. 13% فقط على قديش؟ على تقريبا ما بين 2007 و 2011 الصندوق تمتع بموارد في حجم 746 مليون دينار، منها 364 مليون دينار غير مستعمل. وهذا يبين عدم استغلال هذا الصندوق بشكل كافي، عزوف الباحثين العقاريين العموميين والخاص
على توفير هذه الشريحة. مثلاً على حسب الإحصائيات المتوفرة، شركة الهبوط للمساكن الاجتماعية لم تنجز أي مسكن من هذا الصنف بين 2005 و 2013 من جملة 923 تم إنجازها في نفس هذه الفترة. بالتالي احنا تحدثنا في الموضوع هذا مع سفيان شعبان مطولاً، واعتقد انه حان الوقت لمراجعة منظومة الفوبرولوس اللي ولات غير متلائمة وغير متناغمة مع الواقع على القطاع ومع الواقع على الاقتصاد في تونس، ووجب ممكن هذا الاقتراح المطروح اللي تدعم الغرفة هو تحويل آلية الصندوق فوبرولوس إلى صندوق ضمان وطني للأجراء والموظفين المترسمين في القطاعين العام والخاص، من ذلك تمكينهم من التمديد في مدة سداد القروض وتخفيض نسبة التمويل الذاتي. بالنسبة لمحور آليات دعم العرض، الآليات تم طرحها أيضا من طرف سفيان شعبان، هو المزيد من الامتيازات الجبائية للبائعين العقاريين، وبند الامتيازات الاجتماعية الجبائية عفوا هو بند أساسي في السياسات الاقتصادية للقطاع الموجه للقطاع العقاري في جميع أنحاء العالم، وهذا زي ما نشوفوه في آليات التمويل. مراجعة أمثلة التهيئة الترابية والعمرانية لتوفير مخزون عقاري قابل للبناء، والإذن بإنشاء صناديق استثمارية عقارية مفتوحة، صناديق استثمارية عقارية مفتوحة للاكتتاب للعموم تحت مراقبة هيئة السوق المالية لتمويل البرامج العقارية السكنية والاجتماعية. وأنا في هذا الصدد نحب نأكد على وجود العديد من آليات التمويل المالية في السوق المالية وخارج السوق المالية في الخارج لتمويل القطاع العقاري، وندعوكم بالمناسبة إلى حضور الورشة الأولى اللي مش نتعمقوا فيها في المحاور هذوما واللي مش نقدم فيها في اونان برودكسيون، مش نقدم لكم أبرز لي انسترومون سكون أبيل لي انسترومون فينونسمون دو ليموبيليي، لي اس سي بي اي سوسيتي سيفيل دو بلاسمون ليموبيليي، لي اس اي سي اللي هما لي سوسيتي دانفستيسمون ليموبيليي كوتي، و لي او بي سي اي لي اورغانيزم دو بلاسمون كوليكتيف ليموبيليي، افيك ان كومباراتيف معناها دو سي انسترومون. انا فقط مش ننهي المداخلة هذيا باش نعطيكم فكرة على لونجو. أنا في أول مداخلة ذكرت الأرقام الرسمية اللي تقول الأرقام الاقتصادية اللي تقول إنه 1 مليار استثمار في القطاع العقاري في قطاع البناء يخلق 9000 موطن شغل في بقية القطاعات، وإنه 1 مليار استثمار في قطاع الخدمات العقارية يوفر 4000 موطن شغل في بقية القطاعات الاقتصادية. يقول القائل هذوما الاستثمار المباشر، يعني لو نحاولوا نشوفوا لي زانسترومون فينونسي هذوما قداش خلقوا مواطن شغل، باش يكون في بالكم سكون ابيل لي زو بي سي اي تم مستوى الاستثمار فيهم في فرنسا عام 2014 يبلغ 45.7 مليار يورو اضرب 9000، لي اس سي بي اي 32.9 مليار يورو، Actif brut des SIIC, des sociétés d'investissement immobilier coûté 113.2 milliards d'euros, يعني بمجموع 191.8 milliards d'euros في 2014 استثمار في السوق المالية فيما يعبر عنه بلابيير بابيير. نشكركم على حسن الانتباه وإن شاء الله نشوفكم في الورشة الموحدة. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا لك دكتور أشرف العيد.